حلبي حلبي انا يعني حلبي يعني يعني يا حلبي انا بتنوع نوعت لان وين بنشوف درخوش من تنوع بس فعلا نحن هون بامريكا اصدقاء الله هيك اذا هيك بضلوا اصدقاء هاي اصدقاء يعني الله غرغره الدمع بعيني يا اخي اي هي الحضاره طبعا يعني شهيتني فعلا اكون صديقه لاختك لا ما معناتها هلا المأذون انتو طالبينه مشان مين ومين؟ مشاني انا وانت انا وانت؟ يس لنتجوز؟ يس يعني حبيتيني؟ يس لك والله انا حبيتك لانه ساعدتيني لنتجوز مثل عادة؟ طبعا رجال ومرأة هيك مثل عادة؟ طبعا عسنة الله ورسوله؟ اوف كورس اوف كورس كورس وجيب صلوا على محمد زين زين مقعول عين عادنا الله عليم ايش يصير فيكي؟ لا والله نتجوز نتجوز طبعا يا سيدي انا موافق بس عندي شرط ممتاز بلبسه بلادية سعد اخو مصري لا يعني انت موافق اه موافق على شرط تفضل وينك بالحلال طبعا مأذون شرعي اوكي كلها قضاة والله اذا بخربط بكلمة اذا فورا بعمل فيه معروض هلا يلا اوكي ايوه انا بحب يعني موافق موافق بتصيري مرتي اه اوكي يعني ما عندي اصدقاء وما اصدقاء عالي بوجاني موافق يلا خلي يجي المأذون كثير حبيبي قبل ما يجي المأذون بس خلي معك تفضل لهون هيك شوي معلش صارت بساعة كلمتين ضروريات كثير هدول قبل ما يجي المأذون الله انت مرتي تعتبر سعدة قبل ما يجي المأذون إيه؟ لابد من كلمتين يعني إيه؟ حبيبي سعدة بتعرف انت هلا راح تتجوز يعني صراحة مالي 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 ايش تعرف تعرف ما تخجلني مالي مالي والله ما عليك سعد فهمني منيح لا ما عليك والله ما عليك ما عليك خلي خجلاني الحيواني ما عليك سعد والله لا فرجيك حرب اليابان والله ما عليك ما عليك نحن عندنا بحلب الولد الصغير بيعني يا حجي تعلمني ايش عم تحكي انت لا سعد صدقني فهمتني غلط اسمعني شوي انت فهمت غلط ايش انا بدي احكي معك شغله سعد انت هلا صرت امريكي 100% وخاصه بعد ما تتجوز لساري مشان هيك بدي اياك بالشغل معنا تكون انسان علمي ومنطقي انا علمي ومنطقي انا وقت الجد ما تعرف علي لهي يا معلم نحن هيك بنجذبها احيانا بس وقت الجد برافو عليك انا هذا اللي بدي اياه منك ايوه يا معلم انا هلا امريكي وبعجبه خنا خلاص اوكي خلاص وين وين المأذون وين المأذون جرس اللي عنده تيدي تجوزوا لا ما منين جايبين المأذون من سؤول هيل جاذب 25 600 هو مأذون على العربية حجية ابو الجبس لا ضيا جاي الحجة امك بدي امك امك بدها يعني امي بدها اياك امك الى انا امك ولا سعدو حبسبني يا بلي سعدو خد دورك ايه خد دورك الله انت جاكي يس تعال ايه نزل برطانة بصرة ايه شاء الله ايه شاء الله ايه ان انجليش لك انا فرنسي لك لسه ما حفظ كله سعدو قل له اوبن ذا دور ايوه وقفي على الدور اوه نو نو سادة ما بده ما بده اوف بينزد لك ما هي صغيرة ما هي صغيرة ما بده افتحي الباب افتحي الباب بس او بس او بس او بس او عبدو no, صاروا الساعة الزلمة واقف على البرطوش عبدو او بالسقاطة روح افتحي الباب افتحي الباب نو نو سادة افتحي الباب زمهرير ان شاء الله ايش بك يا عم يضربك ان شاء الله ما بتعرفي عربي شو هذا امرك ولا ايه؟ قد الجحشة ما بتعرفي عربي؟ لا ما انا اخوي هيك قد بلبل بالعربي ما شاء الله وكل ما بيجي عمه كل ما بيجي مع عمه قال له فرجي لي عمه فرجي لي عمه وظايفك فرجي كل الوظايف اللي عنده لا روحي افتحي الباب باب جاكي اوبن ذا دور ها ياس ياس ما شاء الله على هالسره تبع البرتون ما شاء الله هي المأذون جاكي جاكي البوس يا تارك الصلاه اهلين بالحجي اهلين بالحجي قوام ليه جازي غرفة النوم اهو اهلين بالحجي اهلين بالحجي زبيس اون يو زبيسي خرمشك احكي عربي هون يا ابني يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين ذا عروس دخل عروس هي العروس سلمي على عمك سلمي على عمك او ماي جاد بس مو دون مصافحة بوس اون يو اسحبي ايدك بدون مصافحة الله اسحبي ايدك اسحبي ايدك ولك شبك ساعده نحن هون بالستيت عنا عادي بوسة الايد عادي عنا هون بسطين بعدكم هون بالستيت عادي بوسة الايد وانا اصير هيك عادي بقى اه عندكم بالستيت عادي بوسة الايد هي عندكم بالستيت وليك بنت الصرماي انا ماني من الزيت وليك انا من حارات جوا انا من حلب انا تمك بشوقه وليك بفهمك والله بفهمك بفهمك علي حرام ما تشوفي حدا للعمر ها العادي لا حلوه والله العادي اذا بوست الايد عادي ايش اللي مو عادي ابوي اه ايش اللي مو عادي ايش ديبوس لحتى مو عادي اه
عينك وحط قنطرتك على راسك وينك؟ هتحدديني باهلك؟ انت طالع طالع طالع. رجال تقبر قلبي شو رجال ورصاصه ليخ؟ الحين ما عندنا هيك شغلات. انت وهداك ابو قرون ابو اصدقاء. ما عندي هيك شغلات انا. انا بشغلات النسوان ما بعرف امي ها. وامي خيرته كيف اختاري. نقطة من اخر السطر بس. ايه بس صعب كثير انتو الشرقيين بتغاروا. فرجيهم ولا فرجيهم. كثير انتو الشرقيين بتغاروا. وكثير انتو الامريكيين بتقرنوا. لك احمدي ربك لك حقلك انت الله امك امك دعيت لك امك انه اخذتي واحد شرقي. لك نحن لك نحن ما حدا قدنا بيعرف قيمه المراه. روح اسالي بنات بلدنا على هذا الاحساس. لك نحن منغار على المراه لانه منقدرها بنحترمها. المراه لواحد مو لكافه الشعب. بعدين نحن منغار لانه بنستعمل صابون غار. اوكي يلا شيخ هي عقود القرون وخلصنا. عفوا اسمه القران. يعني يقر امطوا امطنا امطوا. منين جايبها لنا قاموس؟ تفضل. يا الله تفضل. يا الله يا من هون شيخي؟ تفضل تفضل تفضل. جنجل بن هذا قلب الطلاق يا علي بالعجي. عادي عم حبابي عادي عيبوا لك. ما عندي هيك شغلات لك. ترم حالك شرعا شرعا بتجوزنا شرعا شرعا. ايوه ثاني شو ثاني شو لا ايه عفوا 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 تعال شو تعال شو ايش 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 من قول لك عامل قهوه؟ من قول لك عامل قهوه؟ بنت السرماي هو شويه بنت جايبه معي من حلب. العمى يضربه العمى يضربه. ولك تخلصوا البنات كمان؟ خلصتوا الزيت والزعتر والصابون؟ خلصتوا العمى يضربه. وين راح جايب لك؟ اوام العمى يضربكم زبين معكم. يدخلوا لك بدي. معلش ما تعذب حالك ما في مشكله. تفضل اشرب لك. ما بدي انا متوضي ما بدي شيء 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 متوضي متوضي. وبوس الايد ايش هي بقى؟ هاي بوس التيمم. لا والله ضربك انا فرجيني لنشوف شلون تجوزني شرعاً. اول شغله اين الشهود العجول؟ العدول اسمهم. سوري سوري ايوه اين الشهود العدول؟ تا دول اثنين مش خف يا جنجوكا على الميسره. توقف يا جنجون على المقبره. يا الله يا الله يا الله. تفضل تفضل شيخي تفضل تفضل. فرجيني شلون شرعنا شو؟ وين كتابك؟ هذا كمبيوتر. نحن هو اليونايتد ستيت كله على الكمبيوتر. هذا التيب توب بنفتح التيب توب هلا هيك شرعان يعني؟ شرعان يعني طبعا طبعا ها. يا الله يا الله. www.rasambilhalal.com فتحة الصفحة ابني. استغفر الله العظيم. عيب ليك دير وشك ليك. عيب عيب لك يا شيخي اعمل حلق ما عم تشوف. فتحت بالغلط شيخي. خير ان شاء الله. فتحت على راسين بالحرام دوت كوم. ايش استغفر الله. ليه هذا ابني؟ يقول له ابنك ابن الكلب لا بقى يلعب بالكمبيوتر. ابني ما تريد افتح لك؟ وين ما بدي تفتح لي؟ وين بتريد؟ فحلنا على الابراج. ايش برجك يا ابني؟ انا الجدي. يا الله ايش برجك يا بنتي؟ الجدي. يا الله سبحان من وفق تيسين بالحلال. البركه بالتور. يلا فرجيني الخطوة الأولى أخرج الكليلكسة المنديل. أيوه المنديل. أيوه أيوه. الخطوة الثانية ضع مقدارا من يد الفتاة. أيوه. وترانشات من يد الشاب. وإيش قد تضل بالفرن يعني تستوي؟ شي 10 دقايق. إيش هتحضر طبخة؟ لا أنا بفهم شرع بجذبها بس بفهم. الله يرضى عليك. أوكي. بعدين شيل إيديك ما عندنا هيك شغلات. لا يجوز نفسه قدرة. لا يجوز شرعا. لا لا يجوز. إيدي اليسار موكلا عنها وإيدي اليمين موكلا عني. ما بيصير يا ابني اللحمسه ضروريه. لا اله الا الله. بروفا هاي بروفا. استعجل يا ابني قولي يا فولا. ايش اسمك مني؟ انا سعدو. حلو. يا سعدو يا ابن ام سعدو. يا سعدو يا ابن ام سعدو. مريشتك ماي سيلف. مريشتك شيء شيء. زوجتك نفسي العالم بتقول. ايه بس بالانجليزي انا ترجمتها. شلون يعني؟ يعني مريش زواج. مريشتك زوجتك ماي سيلف نفسي. مريشتك ماي سيلف يعني زوجتك نفسي. الله غرغرة الدمع بعيني. مريشتك ماي سيلف على سمول هورسن. على سمول هورسن. ايش هي سمول هورسن؟ يا ابني سمول هورس يعني حصان صغير يعني مهر. سمول هورسن على مهرن. مهرن. سمول هورسن على ضروري تفتح اسطبل مشان على كلمة مهر. جاب لي حصان صغير وقديش وحمار وجاب ما بدك. على سمول هورسن. هاري اب هاري اب هاري اب هاري اب. ايش نتجوز على الكدش؟ ايش ما قدها؟
يا ابني يا رب يعني معجل 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 اه معجل ايوه معجل ايه ايه معجل هري اب هري اب هري اب وطنجرته لا دري اه ما هي انجليش هي عربيه هي. يا ابني طنجره باللغه العربيه الفصحى شو يعني قدر حلو وقدره وقدره ايوه وقدره يا خيو مزبوط ايه اللي ابني اه قديش دافع فيه؟ والله نحن بالصلاة على النبي دفعنا مقدم 200 يورو سوري سعدو نحن هون بالستات عنا بالدولار طريق بالضرب لا بو هلا بدك تمشي على كيف جوزك مو على كيفك بعدين عم بميزك انا صح اليورو اغلى من الدولار مزبوط انشح الدولار صح كل دول العالم عم تتعامل في الدولار مزبوط طلع لي دولار جيبوتي عم تتعامل في الدولار اوكي سعدو عيب عيب لما جوزك بقول شغله ما بصير تروح ترضي عيب اوكي اوكي وافقتي على اليورو؟ يس وافقت على اليورو؟ وافقت على اليورو سجل 200 دولار هيك نحن ما بنحب المرأة بتعين ابنها وطنجرته 200 دولار وطنجرته 200 دولار وعلى أناريه اوهو إجازة لفحص السواقة يا ابني أناريه يعني مؤخر مؤخر هلا المؤخر أناريه؟ طبعا اي والله اي يلا رجع رجع بطلع لك رجع هو بو اللي ابني ايوه انت قديش مركب الاناريه؟ والله نحن شرقيين وعرب نحن لان بنتجوز المراه بنتجوز اجازه الدهر ما بنفكر بالمؤخر يعني مش عم تحكي اي لك نحن ما بتفرق معنا ما منا مثلكم نحن بنتجوز شهر وبنطلق لا يوم ولا حطي ملايين الدولارات مؤخر ولا يهمك لعيونك وعلى اناريه مثل ما حكى حلو قولي يا ابنتي يلا بدك تجوزنا ما طبعا طبعا يلا يلا اقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون خادمة مخلصة لهذا الرجل أن أكون خادمة مخلصة لهذا الرجل وأن أمسح تراب منزله برا وبحرا وجوا بادروا بالانتساب إلى الكلية الحربية تقبل الطلبات الشرطية العم على الحالة الدخلة ما على دقوا المزاهر لكن الدخلة على خطة آدم كن على الأرض الدارة انتو الأحبة وتسلم هالسحارة ويح يلا شيخ يلا اللي ابني يلا انت موافق على إفادة المغدورة مين؟ الغندورة موافق 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 أنا تقول وراء فضل يا فلان ايش اسمك بنتي؟ سالي يا سالي يا بنت أم الصيف شلون سالي وبنت أم الصيف ها؟ أبوها من واشنطن وأمها من طريق الباب؟ سوري سوري ستيف سالي بنت أم ستيف أم ستيف إيه؟ يا سالي يا بنت أم ستيف يا سالي يا بنت أم ستيف قبلكم مرياجتك على سبوي هورس من الأمور قبلت وجرجراتك على كل الاسطبل اللي عديته وأنا موافق موافق وهي أجري 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 كومبانيس على إيد المعلم أميتها مبروك ابني الفاتحة على روح أبو توفيق لا شو هذا عندك أموات أنت؟ سوري سوري علي التوفيق علي التوفيق ما بحبه فاتحة وفارس كرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا شيخي بدك تقرأ سورة البقرة يقوم خلصنا تجوزنا لك ظلمته لك تجوزت تجوزت مبروك يا ابني الله يجعلك خاتمة الأحزان إن شاء الله أليم الحجي لك موتي عم يضربك أليم الحجي الصباحية بحمام فقوس إن شاء الله أليم قالي لنا وام جايك روحي ادخلها جوا روحي وام ليك وام جاهزين لنا قلت الخزينة جاهزين لنا حطينا في عسل وما عسل حطينا فستق عواج حطيني فستق عواج وات فستق عواج ما في وقت تتأخرنا وام وام فستق عواج فستق عواج كاجو كاجو يعني كاجو كاجو ياس ياس وانا حطي حالك على الطاولة لانه بدي فواكه حطي حالك الله معي الله معي ليه من الحجي الله معك الله معك عادي واقف الله ما خلصت خلصت روح سادو خلص روح بالوجه روح بدي من وقتك ربع ساعة بس هلا ربع ساعة عادي ملك عادي ملك سؤلي طاول هلا لا ما شو بدك ملو هلا بدك ربع ساعة ربع ساعة بس لا ما ايش مفكرني كامل نجمي لك انا على الريس انا مثل العادة روح الله يرضى عليك وينك ايش بدك روحي سادو